شكون كان غادي تطيح عليه؟ غادي يفتحوا الحدود، غادي يفتحوا الحدود الخيزيرات. شكون كطيح عليه؟ غادي يفتحوا يعني الحدود البحريه، غيمشيو حتى لفرنسا وايطاليا. حتى شي واحد وعلي ونام التشويش وهذا، ونكونوا رجال ويد وحده ونوصلوا الصوت ديال الناس على الله، يعني نوصلوا شي نتيجه. دابا حنا خصنا نكونوا متضامنين ويد وحده، وما كرهناش اليوتيوبرز كاملين يهضروا في هذا الموضوع. كل شيء يهضر، ولكن ماشي غير يعطي الاخبار، يهضر يوصل الصوت، وصل الصوت بفيديوهات ويهضر. وكاين اللي يجي يقول لك الفتنه وهذا، ما كاين لا فتنه لا والو. هذوك الناس هذوك حنا انتخبناهم، يعني كنشوفوهم ما قادينش بالمسؤوليه، لابد ننتقدوهم، ننتقدوهم. وانا عييت ما نقول باللي راه ربما حنا كنبغيو بلادنا وكنبغيو الملك ديالنا اكثر من هاد الناس هادو، لان هاد الناس هادو ما قايمينش بالشغل ديالهم كما ينبغي. وملكنا كذلك وجلالة الملك كذلك راه عامل فيديو كيهضر كيقول الناس خصهم يقدوا بالمسؤوليه ديالهم. فين كاين الفتنه هنا؟ بالعكس، انا كيبان لي الانسان اللي ساكت، يعني اللي اخرس وساكت، كيبان لي مثلا انا مادام كنهضر وبهالطريقه هذه، بالعكس انا عندي حرقه اكثر منك انت اللي ساكت. عندي حرقه وعندي غيره على بلادي، خصني اولاد بلادي ما نشوفهمش معذبين، والامهات ديالنا والاباء ديالنا كما كنشوفوا راهما. شفتوا ديك السيده البارح، شفتوا ديك الناس مليليه، واش تبغي انت كمغربي تشوف سيده، واش تبغي تشوف الوالده ديالك ولا اختك ولا الزوجه ديالك تشوفها في هذا الضرب بحال هذا؟ ما تبغيش، انا متاكد ما تبغيش. وكما ما تبغيش الوالده ديالك واختك وهذا، كذلك ما تبغيش هاد الناس هادو، يعني ولو ما يكونوش مغاربه. ها الوضع ديال الاخوان في تركيا، شوفوا شوفوا الخوت، ها الشباب، ها الشباب المغاربه، شفتوهم؟ شوفوا فين قاعدين، شوفوا فين قاعدين، شوفوا الاخ فين كيغسل، ها شوف مفرشي الكراتن القراعي، ها ها الاخ فين، شوفوا فين شوفوا الناعسين، ها انتم، ها ها هما المغاربه، ها الشباب ديالنا، ها هما. وقولوا قولوا علاش الشباب المغربي فاسد؟ ها علاش الشباب فاسد؟ ها علاش الشباب ديالنا كيتعاطاو؟ ها على الشباب ديالنا كيكملوا مخدرات؟ ها هما، ها انتوما، ها الخوت، ها الخوت. شوفوا بالله عليكم، هادو شكون اللي غيرحمهم؟ الا ما رحمتوناش نتومايا، شكون اللي غيرحمنا؟ اعطيونا حل، ديروا حل للشباب، ديروا الحل. راهم تيموتوا، راه الخوت تيموتوا، انا تنموت بوليداتي جوج. ها انتوما عائلات جالسين هنايا، يلا يلا، ها 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 يلا قولوا، اعطيونا شي حل، اعطيونا شي حل. هاد الشباب ها هما مفرشين في الارض الكراتن، ما فهمتش عند المقبرة. السلام الله عليكم الاخوان الاخوات، معكم عثمان برسونا من جديد، موضوع جديد. خوتي خواتاتي كما العاده، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اخوان اخوات اللي كيشاهدونا لاول مره، ما تنساوش تجيو معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خوتي دائما في نفس الموضوع، موضوع فتح الحدود
والقرارات المستعصية بالنسبة للإخوان العالقين والجالية المغربية، الناس اللي بغاو يدخلوا يعني الظروف استثنائية، الظروف قاهرة، ماشي كل شيء باغي يدخل بطبيعة الحال. وهاد الفيديوهات هادو هو هما يعني باش نوصلوا الصوت ديال بزاف ديال الاخوان خصوصا العالقين، لان كاين فيديوهات جديده من شباب يعني عالقين في 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 تركيا وفي عده عواصم اوروبيه. كذلك كاين واحد الخبر سمعته كيروج هاد الصباح، ولكن ماشي رسمي، ما كاينش التاكيد باللي غادي يبداو يخرجوا الناس ديال المليليه، يعني حتى نتاكد من هذا الخبر ويكون فيديو اخر ان شاء الله. غير في هذا الفيديو هذا بغيت نعقب شويه على ماشي نعقب يعني بزاف ديال الناس، وانا واحد الاقليه دائما ديك الناس اللي كيجيو بديك التعاليق يعني اما يشوشوا واما نصي من شي جهه ولا والله ما نعرف، ما انا ما كنفهمهمش الصراحه. لقيت شي تعاليق كيقولوا بلي انت الناس هبطوا للخيزيرات بورك انت كنت كتقول غادي يفتحوا وهذا الى اخره. انا صراحه التعليقات بحال هادو ولا شي واحد كيهضر بحال هيدا كيقلقني الصراحه، هاد التعاليق بحال هيدا. انا ما عمري قلت الناس يهبطوا للخيزيرات وهذا، وديك الناس اللي كيعملوا وقفات احتجاجيه هذوك الناس من ديما مين تشدوا الحدود هما تما موجودين في الخيزيرات. ما كاينه بعض الناس باغيين يستغلوا هذوك الناس اللي تما ودابا ردوهم باللي جاوا ما نعرفش شنو وحنا اللي هبطناهم الى اخره، وعارفين هادشي هذا راه ماشي هيداك. وهو نداء يعني حنا دابا حنا في هذا الوقت هذا يعني باش نضامنوا ونتحدوا مع هاد الخوت هادو باش يكونوا حلول، ماشي باش نبقاو نستغلوا ونلصقوا ببعضياتنا ونلصقوا يعني ونستغلوا شي امور اللي حنا عارفين باللي هي لا اساس لها من الصحه، وكنستغلوها غير باش نشوشوا على شي واحد وصافي. لان حنا الصراحه ما انا 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 جديد في هذا العالم هذا، ولاحظ يعني هاد الناس اللي كاينين في اليوتيوب ما كيبغيوش شي واحد يدخل معاهم جديده ولا هذا، باي طريقه خصهم يشوشوا عليه ويهضروا عليه وهذا وباش ويبداو يغيروا الراي العام، وهذا ما عرفتش انا اش كيستعملوا هذا الاسلوب، يعني ما يقدروا يهضروا ما يخليو شي واحد اخر يهضر. حنا هاد القضيه هادي بديناها من الاول كما كنقول لكم دائما، وهاد القضيه ديال فتح الحدود كانت عندي اخبار من مصادر موثوقه، والدليل هو انهم يعني وجدوا ديك الميناء ديال الخيزيرات بكل شيء وهذا ما فتحوش لحد الان. ماشي الفلطه ديالي، ياك الحدود تحلوا، ياك الحدود عطيتكم تقريبا الفتشة اللي قلت لكم راه تحلوا الحدود، تحلوا ولا ما تحلوش، واي واحد بغى يدخل ويدخل المغرب من حقه يدخل ويخرج المغرب، معايا ولا ماشي معايا؟ وحنا باقين معاكم ما دام ديك الشيء ماشي يعني ماشي ديك الشروط اللي عملوا هذا يعني هي شروط تعجيزيه، وحنا معاكم وكنوصلوا الصوت ديالكم. انا هذا الكلام هذا كنوجهه لواحد الفئه قليله وما كيعجبنيش، ماشي شي حاجه، كنقول كيبقى فيا الحال، كنقول هذا ماشي وقت ديال هذا الشيء هذا، هذا الوقت اننا نوقفوا مع بعضياتنا، لان كاينه التشويش بزاف، كاينه التشويش بزاف، كاينه حتى كاين شي بعض اليوتيوبرز حتى هما ما عرفتش انا واش خصهم يسيطروا او اللي يكون عندهم الناس كاملين ديالهم المشاهده ديالهم ما تمشي عند حتى شي واحد ولا هذا. هذا الميدان هذا يعني كل واحد ونصي كل واحد والمحتوى ديالو، كل واحد ما بقاوش حاطين على بعضياتنا. انا كندعيني مع قنوات هنا ديال الاسبان ولا هذا كلهم متحدين مع بعضياتهم وكيعملوا بلوكات مع بعضياتهم، ما كاينش هذا النوع ديال المشاكل. هذا النوع ديال المشاكل انا قلت لكم كاين واحد اربعه ولا خمسه ديال الناس باغين فحال صافي باغين يسيطروا، ما حتى شي واحد ما يدخل معاهم، ما كل واحد وهذا ديالو. انا ما سوقي في حتى شي واحد، ولكن كيبقى فيا الحال، انا ما عندك ما تشوش عليا، ما عاديش تضرني مره، بقى تهضر بوحديتك. ولكن دابا ماشي هذا هو الوقت المناسب اللي حنا نبقاو نجبدوا نشوفوا شي واحد بدا هذا ولا هذا نبداو نشوشوا عليه ونجيبوا شي اخبار وشي حاجه لا اساس لها من الصحه باش نشوشوا عليه. خيزيرات الناس موجودين، واذا قلبتوا في الفيديوهات ديالي غادي تلقاو الفيديوهات ديالي هذه اربع شهور وخمس شهور وانا كنهضر على هاد الناس اللي عالقين تما، والناس من ايطاليا وفرنسا موجودين تما، الناس ديال الترونسبورت وهذا كلهم موجودين تما. مين شدوا الحدود الى هذا؟ واذا هوت شي واحد انا ما قلت انت شي واحد يهود، انا قلت فعلا الحدود غادي تتحل وغادي تتحل. وشكون كان غادي يطيح عليهم باللي شكون كان غادي يطيح عليه؟ غادي يفتحوا الحدود، غادي يفتحوا الحدود الخيزيرات، شكون كطيح عليه غادي يفتحوا يعني الحدود البحريه غيمشيو حتى لفرنسا وايطاليا؟ حتى شي واحد. وعلى هذا حنايا كان على هذا ما عجبناش هاد الحلول هادو، وحنا معاكم حتى الاخر، حنا دائما كنوصلوا الصوت ديالكم وهذا الى الاخر. ولكن ما كيعجبنيش انا يجي شي واحد ويعمل لي تما شي تعليق ولا وانت اللي قلتي الناس، وانت انا ما قلتش الناس، انا ما قلت حتى شي واحد، انا الناس بالعكس، انا الناس ديما كنوصل الصوت ديالهم.
وهذا وهذا الشيء اللي خصو يتعمل، ماشي نجيو نعطيو الاخبار اه واليوم وقع هذا، بالعكس خصنا ديك الناس نوصلوا الصوت ديالهم باش يكونوا ضغوطات وهذا باش يكونوا حلول. واش تفهمنا؟ خليونا متشويش وهذا ونكونوا رجال ويد وحده ونوصلوا الصوت ديال الناس على الله، يعني نوصلوا شي نتيجه. اما نبقاو حنا عساسين ها هو هذا مثلا، انا ما عندي غرض، انا والله انا شوف انا هذا اليوتيوب هذا ما عمري انا عشت باليوتيوب ولا كنعرف اليوتيوب، انا عاد بديت في اليوتيوب وماشي الهدف ديالي انا كان من الاول هو الارباح ولا داكشي اللي ببالك انت. واش تفهمنا؟ انا الحمد لله كبرنا وبخير وما عندناش وما خصناش والحمد لله. يعني انا اليوتيوب ماشي الهدف ديالي منه انا الارباح وداكشي اللي على بالك، اذا كان انت عندك الهدف ديالك هو هادشي هذا بص الله يعاونك. وانا الهدف ديالي ماشي هو هذا، راه عييت ما نهضر وكتجيني حشومه نبقى نهضر في هذه الامور هذه دابا الساعه. واش تفهمنا اخوتي؟ هذا فقط يعني كان توضيح باش ما نبقاوش نخلطوا الامور ونبقاو نعتوا بشي واحد يعني راه مرسول من شي جهه ولا هذا ويبقى يشوش عليا تما. وكنتمنى يكون الميساج واضح اخوتي. واليوم كذلك انا نخليكم مع شي فيديوهات من شباب يعني تركا غادي تشوفوهم يعني فين كيفاش هذا البون. هذا الفيديو غادي يبان لكم شويه منيرفي لان والله العظيم كاين شي امور اللي الواحد زعما كيبقى لا حول ولا قوه الا بالله وصافي. يعني كنبانو صبيان كنبرهشين الصراحه، وديت عيني من قبل من شحال هذه كاينه مشاكل بين اليوتيوبرز هنايا، وهذا كيكون السبب ما كيكون السبب حتى شي حاجه، كيكون السبب هو انه اذا شافوا شي واحد طلع ولا طلعت له المشاهده ولا هذا كيبدا تشويش عليه وكيبدا الحشيان الهضره وهذا وهذا. جدنا لهذا المستوى هذا قدروا يكون انتقاد، وهذا يكون انتقاد بناء شي حاجه، مابقاوش حنا حاطين ويبقاو وتعمر الناس راسهم ديك الناس اللي كيتابعوك ويبقاو يجيو ويعملوا شي تعاليق وهذا. انا صراحه ما كيعجبنيش هذا الشيء هذا، وهذا الشيء هذا لان ماشي غير هادشي بزاف الحاجات اذا بقيت كنهضر عليها والله ما غادي يجي نسكت وكيبقى فيا الحال الصراحه. نخليكم مع هاد الفيديوهات ديال هاد الناس حتى هما اللي خصنا نوصلوا الصوت ديالهم. انتم شتوا الشباب يعني كيباتوا في الزناقي عايشين في الباركي، وكذلك وصل بنا الحال اننا نشوفوا شباب او العائلات كيخرجوا بالعوم وبالمواطر يعني بحال اللي كيحرقوا ها هما تقريبا في الباب وهما خصهم يحرقوا بالمواطره ولا هذا. يعني لحد الان باقي ما كاينش حلول اخوتي. كنظن في الكفايه وسمحوا لي شويه كنت هذا، لان والله العظيم كاين شي امور اللي كتشوف باللي حنا يعني ما فغينا عليها. دابا حنا خصنا نكونوا متضامنين ويد وحده، وما كرهناش اليوتيوبرز كاملين يهضروا في هذا الموضوع، كل شيء يهضر، ولاني ماشي غير يعطي الاخبار، يهضر يوصل الصوت، يوصل الصوت بفيديوهات ويهضر. واش وما كاينش ديك القضيه لا باللي ما نعرفش ني، وكاين اللي يجي يقول لك الفتنه وهذا، ما كاين لا فتنه لا والو. هذوك الناس هذوك حنا انتخبناهم يعني كنشوفوهم ما قادينش بالمسؤوليه، لابد ننتقدوهم. وانا عييت ما نقول باللي راه ربما حنا كنبغيو بلادنا وكنبغيو الملك ديالنا اكثر من هاد الناس هادو، لان هاد الناس هادو ما قايمينش بالشغل ديالهم كما ينبغي. وملكنا كذلك وجلالة الملك كذلك راه عامل فيديو كيهضر كيقول الناس خصهم يقدوا بالمسؤولية ديالهم، فين كاين الفتنة هنا؟ بالعكس أنا كيبان لي الإنسان اللي ساكت يعني اللي أخرس وساكت كيبان لي مثلا أنا مادام كنهضر وبهالطريقة هذه بالعكس أنا عندي حرقة أكثر منك أنت اللي ساكت، عندي حرقة وعندي غيرة على بلادي. خصني اولاد بلادي ما نشوفهمش معذبين، والامهات ديالنا والاباء ديالنا كما كنشوفوا راهو شفتوا ديك السيده البارح، شفتوا ديك الناس مليليه. واش تبغي انت كمغربي تشوف سيده، واش تبغي تشوف الوالده ديالك ولا اختك ولا الزوجه ديالك تشوفها في هذا الضرب بحال هذا؟ ما تبغيش، انا متاكد ما تبغيش. وكما ما تبغيش الوالده ديالك واختك وهذا كذلك ما تبغيش هاد الناس هادو يعني ولو ما يكونوش مغاربه. يعني الحقره وهذا ما نبغيوها، التكرفيس والحقره وهذا ما نبغيوها حتى شي واحد. واش تفهمنا اخوتي؟ تهلاو لي فراسكم، نهاركم مبروك اخوتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا لا افهم كيف يستطيع اي مسؤول لا يقوم بواجبه ان يخرج من بيته ويستقل سيارته ويقف في الدور الاحمر وينظر الى الناس دون خجل ولا حياء وهو يعلم بانهم يعرفون بانه ليس له ضمير. ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله والوطن والملك ولا يقومون بواجبهم؟ وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا يبقى للشاب؟
لكل هؤلاء أقول كفى، واتقوا الله في وطنكم، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا، فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.